عيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك ينقلع يا قالع، الباب مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك ينقلع يا طالع الباب، علي وصلوا لدارك بقى بغمدة فقارك، علي وصلوا لدارك بقى بغمدة فقارك، ما شهرته مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك ينقلع يا طالع الباب، مجروح بعيوني سؤال ودمعة اعتاب، مهجور بابك ينقلع باب علي، وصل ولدارك بقى بغمدة فقارك، علي ما شهرت مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح احفظ احفظ يا طالع يا طالع الباب، مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك يطلع يا طالع الباب، باب علي وصلوا لدارك بقى بغمدة فقارك، علي انطم انطم هلا ما شهرت مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك ينقلع يا طالع، ايدك ايدك ارفعها، مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك ينقلع يا طالع الباب، علي وصلوا لدارك بقى بغمدة فقارك، علي وصلوا لدارك بقى بغمدة فقارك، ما شهرت مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح بابك ينقلع يا طالع بعد بعد صيح مجروح، مجروح بعيوني سؤال ودمعة ما شاء الله، فدوة فدوة، مجروح بابك ينقلع ايه شباب طالع الباب، علي وصلوا لدارك بقى بعد، علي ردت الآية التوحيد سيفك من شهرته، ردت الآية التوحيد سيفك من شهرته، كانت آخر الآيات مرحب من شطرته، مرحب من شطرته أعلى، مرحب من شطرته، ردت الآية التوحيد سيفك من شهرته، كانت آخر الآيات مرحب من شطرته، مرحب من شطرته، أنك مرحب من شطرته، غيرك لا فتى بالكون هذا اللي عرفته، غيرك لا فتى بالكون هذا اللي عرفته، من تسعى يصيح الموت كل شبك يفك انت، كل شبك يفك انت، كل شبك يفك انت، معذور من اسأل يا حيدر شنهو الاسباب، معذور كل شيء انجرح من هذا المصاب، معذور من اسأل يا حيدر شنهو الاسباب، معذور كل شيء انجرح من هذا المصاب، بجد سورة تبارك بقى بغمدة فقارها، بجد سورة تبارك بقى بغمدة فقارها، ما شهرت مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب، مجروح
الشاعر السيد عبد الخالق المحنى. أدى الآية التوحيد سيفك من شهرته. خادم خادم يديك يديك في دوار رحلة. أدى الآية التوحيد سيفك من شهرته. كانت آخر الآيات مرحب من معذور كل شي انجرح من هذا المصاب. بجت سورة تبارك بقد غندف تحت الباب. بجت سورة تبارك بقد غندف طارق. ما شهرته مجروح بعيوني سؤال أسرار يكتبها الظل واليقرى سلمان. أسرار يكشفها الصمت صوت الأذان. أسرار يكتبها الظل واليقرى سلمان. علي الحامي جارك بقب صوت أمي الحسين شلون تسكت من سمعته. تسكت من سمعته باسمك من دب النون جاوبته وحضرته. صوت أمي الحسين شلون تسكت من سمعته. تسكت من سمعته جف اللي سطر هاي ليش
هالباب ما جيت ومن اعتى ما جيت ومن اعتى ما جيت ومن اعتى اسرار يكشفها الصمد بصوت الاذان اسرار يكتبها الظل واليقرى سلمان اسرار يكشفها الصمد اسرار يكتبها الظل واليقرى سلمان علي الحامي جارك بقف علي علي مكسور قالوا طائفية لو قلنا الضلع مكسور قالوا طائفية معنا لو قلنا الضلع مكسور قالوا طائفية لو ويا السجية تصير لو ويا لوية لو ويا السجية تصير لو ويا لوية معنا لو ويا السجية تصير لو ويا لوية هيهات اسمع كلمة ما عنده غيرة هيهات مو انا اللي بيع لكم ضميرة هيهات اسمع كلمة ما عنده غيرة هيهات مو انا اللي بيع لكم ضميرة اريد اسمع قرارك بقب مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب مجروح بارك الضلع يا مالك ايدك ايدك ارفع على مجروح بعيون سؤال ودمعة اعتاب مجروح بارك الضلع يا مالك الباب علي وصلوا الدارك وقف من فقارك علي وصلوا الدارك وقف من فقارك مكسور قالوا طائفية بعد 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 إن الضلع مكسور قالوا طائفية أعلى لو قلنا الضلع مكسور قالوا طائفية سمعوهم إن الضلع مكسور قالوا طائفية عمي لو ويا السجية نصير لو ويا اسمع كلمة ما عنده غيرة هيهات اسمع كلمة ما عنده غيرة بعد إلك إلك هيهات
الحار اسمع كلمة ما عنده غيره. ايه هيهار مو انا اللي يجي عندكم ضميره. هيهار مو انا اللي يجي عندكم ضميره. اريد اسمع قرارك بقب غمده في قارك. اريد اسمع قرارك شيخ هتبخل هلا ماشي هارك مجروح مجروح بعيوني سوعة السيد عبد الخالق المحنى. فارس واشتعل فرسان قربيها حسودا. ايدك ايدك ارفع فدوى واروح لك. فارس واشتعل فرسان قربيها حسودك. ما يرجع عدل هيهات من يوصل حدودك. من يوصل محقولة بوجودك يا علي. ظالم يضم الزهراء محقولة بوجودك. مو لجل الجنين الطاح دمعتها على مودك. دمعتها على مودك يا ناس صاحت فاطمة بدموع الإحساس. يا ناس خل يرجع علي لو أكشف الراس. يا ناس صاحت فاطمة بدموع الإحساس. يا ناس خلي يرجع علي لو أكشف الراس. تصيح وبانتظارك بقب غمدة فطارك. تصيح وبانتظارك بقب غمدة فطارك. آه ما شهرتك مجروح مجروح بعيون بوجودك. ظالم يهضم الزهراء معقولة بوجودك. مو لجل الجنين الطاح دمعتها على مودك. دمعتها على مودك يا ناس صاحت فاطمة بدموع الإحساس. يا ناس خلي يرجع علي لو أكشف الناس. يا ناس صاحت يا ناس خلي يرجع علي لو أكشف الراس. تصيح وبانتظارك بقب غمدة فقاه. هلا تصيح وبانتظارك بقب غمدة فقاه. ما شهر هلا مجروح بعيوني سؤال ودمعتك. مجروح يا
تبخل لا تبخل صيح علي بصوي داير وقبل نفقاه عشرة يلي ما تريد تقول هالله بحضوره يلي ما تريد تقول هالله بحضوره حذر من خدومك قيود شتفسر تفسر ظهور كلمة رافضي مجروح للآخذ أجوره كلمة رافضي مجروح للآخذ أجوره مغصوبا خلافا نقول أصلا ما كشورة شيطان الذكر فعل الثلاثة والله شيطان الذكر شهرت المجروح مجروح بعيوني سؤال ودمعة تحتار مجروح ما بك ينطلع يا طالع البار مجروح بعيوني سؤال ودمعة تحتار مجروح ما بك ينطلع يا طالع البار علي تريد تقول هضموها بحضوره ايدك 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 فدوة هلا ما شاء الله يلي ما تريد تقول هضموها بحضوره حيدر من خذوه مقيود شتفسر ظهوره شتفسر كلمة رافضي مجروح للماخذ أجوره كلمة رافضي مجروح للماخذ أجوره مغصوب الخلافة نقول أصلا ماكو مغصوب الخلافة نقول أصلا مغصوب عمي ما شاء الله اي والله شيطان النكر فعل الثلاثة والله مبين مو تعبان والله هم الأسسوا حكم الوراثة احلف والله هم الأسسوا حكم الوراثة صحت ما تطفى نارك بقب غمدة فقارك صحت ما تطفى نارك ما شهرت مجروح بعيوني سؤال صيح مجروح هلا مجروح علي من يوم رحت مقيود لليوم الظلامة يوميا انفجار يصير ببيوت اليتامى ببيوت اليتامى من يوم رحت مقيود لليوم الظلامة يوميا انفجار يصير ببيوت اليتامى واحنا نصافح الذبة
الصباح ونحرم التهامه واحنا نصافح الذبح ونحرم التهامه هو يرد علينا بنار ونرد بابتسامه ونرد بابتسامه اعلى اعلام مرفوعه وتطالب بالخلافه اعلام مرفوعه وتطالب بالخلافه اعلام رفعوها ابن هند وقحافه اعلام رفعوها ابن يا حيدر هذا ثارك بقب غمده فقارك يا حيدر تحشي له ولا اخير بيت ايك ما شهرته مجروح جواب جواب جاوب حتى عيد ما عيد سمعني مجروح مجروح علي أعلى أعلى أحشي ماشي من يوم رحت مقيود لليوم الظلام رحت مقيود لليوم الظلام يوميا انفجار يصير ببيوت اليتامى ببيوت اليتامى أعلى ببيوت اليتامى أعلى ببيوت اليتامى من يوم رحت مقيود لليوم الظلام يوميا انفجار يصير ببيوت اليتامى ببيوت اليتامى واحنا نصافح الذبح ونحرم التهامه واحنا نصافح الذبح ونحرم التهامه تحكي لولا واحنا نصافح الذبح ونحرم التهامه هو يرد علينا بنار ونرد بابتسامه أعلام مرفوعة وتطالب بالخلافة أعلام مرفوعة وتطالب بالخلافة عمي أعلام رفعوها ابن هند وقحافة أعلام رفعوها ابن هند يا حيدر هذا ثارك بقب غمدة فقارك يا حيدر وينك عليك زينب احكي ما شهرته مجروح بعيون سوءة مجروح ما بك انطلع يا طالع ها مجروح علي وصلوا يا علي علي وصلوا الدار يوم الظلام الظلام من يوم رحت مقيود لليوم الظلام يوميا انفجار يصير ببيوت اليتامى صيح ببيوت اليتامى احنا نصافح الذباح احنا نصافح الذباح ونحرم التهامى هو يرد علينا بنار ونرد بابتسامه Yeah.
بأحكام الشريعة لازم يفهم الدجال والزمرة الوضيعة لو تمطر علينا سيوف حيدر ما نبيعه والسمرة الوضيعة لازم يفهم الدجال والسمرة الوضيعة لو تمطر علينا سيوف حيدر ما نبيعها لو تمطر علينا سيوف حيدر ما نبيعها بعد لو تمطر علينا سيوف حيدر ما نبيعها بالشام موجود الشمر وابن المرادي بالشام موجود الشمر والمرادي بالشام احضر يا علي زينب تنادي بالشام احضر يا علي زينب تنادي بالشام موجود الشمر والمرادي هلا بالشام احضر يا علي زينب تنادي بعد شنو اعتذارك بوقف غمدة في قارك هلا بعد شنو اعتذارك بوقف غمدة في قارك مجروح مجروح بعيون سؤال يا حيدر جيوش الشام عادت من خديعة واشتد حرف ابن العاص بأحكام الشريعة بالشام احضر يا